تمام. هذا مجد اسماعيل مدير اعمالك، خبرنا بالترتيبات تبعك، تجي لهم تطلع لإعلان حسام. ماشي ما وينه؟ ليش ما طلعي؟ يلا سيب هدول اخي، هدول تركيزها. ايه اوكي 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 اوكي، خبرنا على موضوع القوة يعني تركيز. ركز ركز معي يا حبيبي، ركز معي. هلا اني لو كلهم كنت صدتهم كلهم. لا انا ما بدي، بدي يطلعوا كاملين. ثواني خلص، روق 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 روق. لا لا تركيز على الف مالك. انا عم علم له، انا هو العب اللي كان فيها خضر. انا جديد عليها. شوف تركيز بديك الحركه. حلوة بس حلوة منيحة. صباح صباح شرف. الله لم صباح. يلا اهلين استاذ، كيفك؟ شو اخبارك؟ كتر خير الله انه اجتمعنا انا وياك بعد غياب شغل. الله يعطيك العافية. بعرف انه انا عم بعرف انه انت ما عم تفضى من خلال عم تابعك على صفحتك. والله كل يوم مكان وعم تعملوا كمان فعاليات. الله يعطيك العافيه. شو هذا الطقس، يومي ولا اسبوعي؟ والله جديد انا متعلم هلا. علموك الشباب حسام وكذا. حسام والشباب جينا هذيك اليوم انحظيت فيها، بس اليوم ما انحظيت هيك بتسلوا. انا جيت لهالمكان الرائع هون الاب تاون، انا بحبه، بريح يعني. بيتي قريب وسيارتي معي، بنزل لهون، بحب عيش طقس هون، بتمشى، بلعب رياضه، بلعب بولينج، احيانا بلعب بالرمي، بالنشا، بتسلى يعني. هلا كل من اهم هواياتك الصيد؟ صيد صيد انا كثير 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 بحبه، هوايتي من الطفوله، وهي وراثه اخذها من ابائي واجدادي. انا الله يرحمه عمي ابو سامي يعني كان يحب الصيد كثير، هو اللي علمني. وانا بحب هال يعني بحس تنفيسي هيك، طلعات الصيد البريه اكثر من موضوع انه انا مارس هذا الطقس بصاله مغلقه او كذا. بحب الطلعه بالبريه، الجو، الاكل، الشرب. قبل ما يكون في ازمه كنت تطلع توصل على الرقه لحتى تصيد؟ ابعد
انا شفت فيديو انكم موصل لوين شو اسمها هي البحيره اللي كنتم عم تصيدوا فيها مره؟ البعس يمكن مو الرقه صيدنا فيها كانت ليله يا ويلي ليله. وصلت لا بعد كنت روح على كل المناطق اللي تواجد فيها المناطق بالمواسم تبع الصيد. يعني كنت من القامشلي لتوصل فيها لجبات الخشب بالجولان ما في منطقه فيها مكان صيد الا هوايتي يعني بحبها كثير. بتحس متعه ما؟ انه يمكن بتطلع من الصبح ما عاد تحس بالوقت يمكن بيمضى الوقت انه معلم انت صدقني طلعاتي على الصيد هي مثل كيف بتفرمت الكمبيوتر بالنسبه للشغل وتراكمات الشغل، انت بتفرمت كل شيء بدماغك من تعب وشغل واعمال وسفر لوحدك انت مجرد انت عم تصيد او عم تفكر انك تصيد بيكون فكرك بعد كله خلص انحصر بهاي الموضوع. وبتعرف نحن شغلنا صعب يعني صح. بيتحمل كثير يعني كملحن وكاتب ومطرب وويلي كذا وويلي حفلتي وويلي 500 فكره، لا هي فكر واحد بتتوجع عليه والله انت انت عامل سائر على جميع الجبهات. بتعرف انت هلا اذا بنرجع لبدايه الرياضه بما انه هلا جينا لعندك عم تمارس رياضه ما هي رياضه سائر؟ لا هي ما هي رياضتي انا اللي رياضتي كره القدم. كره القدم ونادي جبله؟ هذيك اليوم ايه بنادي جبله كنت من هدافين نادي جبله 93 اي سنه كنت وقتها؟ 94 كنت بشباب جبله انا ولاعب دوري. كان الكابتن رفعت الشمالي؟ ايه طبعا بنوجه له تحيه هذا العظيم اخي وبنوجه لنادي جبله تحيه عظيمه ولنادي شبين وحطين بهذيك اليوم كنت انا والفتاحي والشباب وجلو تحية عم نلعب والمندو والشباب عم نلعب. انا بتذكر مره كنت عم شوف لك لما اللي جبت جول وتضايقوا منك الشباب على تشرين بالمدينه. كنت تذكرها هيك كنت العب وحبها. بس هلا بتعرف مع الشغل والسهر والهي ما فينا كل يوم يعني يمكن تنحيف سعر. شو كان وزنك وقتها 63 كيلو؟ 62 كيلو كنت يعني انه بتذكر كنت اسرع لعيب سريع متى ما اخذ الرطابه غير نتيجه والله بيسمعنا الاستاذ رفعت بس لا في شواهد وفي فيديو زر شو وفي صور سعر انه انت معروف عنك انت كنت اذا مسكت الطابه ما في حدا غير يكسرك لحتى يخلصوك اياها. والله العظيم صدقا كنت لاعب وكنت سريع كان عندي ميزه السرعه وشماليتي كان لليوم كويسه. لا لا يا فريق ختايره انا بغلبه اكيد. لا هلا انا شفتك كمان باكثر من مباريات تكريميه دورات الفنانين اي شيء كنت انت تشارك فيه على طول انا بكون مع فريق الفنانين او وعم نعمل فعاليات حلوه كثير باللاذقيه هي فعاليات اهل البحر. والله بنوجه لهم تحيه كبيره لاهل البحر كابتن مازن والشباب وكل المسؤولين عن هالفعاليه هي فعاليه اجتماعيه رائعه بامتياز للشعب السوري يعني بتأم كل من حلب من الشام مع الرياضيين القديمين الفنانين حتى من لبنان. يعني هذيك المرة لبنان احنا والاستاذ امين خياط طابع يعني فهمت كيف فيها حالة كثير رائعة اجتماعية حتى عم نكفيها بعد الحالات والفعاليات الرياضية عم نكفيها سهر وسمر وعلى البحر والطقس الكامل للحالة السورية الأخوية. وبهذا الوقت حلو إنه يجتمعوا الأصحاب والفنانين بهذا الوقت. هلا شوف معلم هي بلشت قبل الأزمة. إيه قبل بوقت. ولكن شوف إجت استمرت لتفيد بالأزمة، هي الفعاليات، فعاليات كلها هلا واجب علينا نحن اللي ما في عم يحمل، هلا ممكن أنا ماني اتجاهي ماني عسكري ولا أي، ولكن أنا لازم قاتل كل حدا من موقعه من موقعي انا بلم شمل يعني لم شمل هالشرخ اللي صار بهالبلد وهالفعاليات بتلم شمل وبتسكر هذا الشرخ اللي بين الاهل والاخوه. يعني ما من المعقول انه نحن نجزم على الكل ما الكل اكيد يعني ما في حالة عمي باي شيء اكيد اللي فات بهالازمه هو متخلف فسوريا النسبه القليله جدا سوريا بتضل نسيج واحد وبنضل من حباط العظيم بلد المحبة بلد السلام طبعاً. يعني أنا بحكم طلعتي على الصيد أنا اللي بعرف عوائل إيه أنا هذا الكلام بدي أقول لك يا أنه أنت قد يمكن ما في منطقة في سوريا أنت ما أنا لي أهل بكل منطقة في سوريا من وراء مشروع الصيد بالإضافة لفني وكنت تروحوا شلة يعني رفقاتك وكذا أقل شيء خمسة ستة كنا وأحياناً عشرة نكون أحياناً يعني سلقين حارم هذيك المناطق كنا ناخذ مزرعة نروح جروب كنا نقضي حالات سمر رائعة وبجرابلس بوجه لهم تحيه لاهلي بجرابلس الغوالي على قلبي كثير كنا نروح لعندهم نقضي اجمل ايام القامشلي الحسكي كله يعني اجت لسه فما من المعقول انا من الناس اللي كانوا يروحوا معك على الصيد ارتقى
يا الله يرحمه الشهيد رجل تحية صديقك صديق عمري الشهيد علي الصلاة وتاج راسنا وتاج الحبيب الله يرحمه الرحمن عميد الشهداء طبعا كان العميد علي خزام الله يرحمه العميد علي خزام نوجه له تحية وجعل مسواه جنة يا رب لعائلته وأهله كان هو الرفيق رفيق الدرب بالنسبة لها المواضيع يعني أي خلوة له كنت أنا وياه طبعا. شو غنيت له للشهيد بعد ما راح؟ أنا الشهيد وبالصوت بنادي مكتوب عجبيني اسم الشهادة اوعى تبكوني أهلي وولادي دمي لشعبي والله مرهون يا أمي دخلك لا تبكي علي خلي لشماخك وراي سوري قولي لأولادي قولي لخي روح بالجنة وجسمي المدفون لا للفتنة سوريا واحد تبا للحاقد تبا للجاحد أعوذ بربي من شر الحاسد سوريا شوكي للي حزدون الأرواح شهداء الله يرحمه ويرحم كل الشهداء الله يرحمهم بكل مكان سمعنا هاي الأغنية اللي أثرت بكل الشعب السوري كل عائلة شهيد أثرت فيها كل حدا عنده كثير أهلت أقل واجب أنه نقديه نحن ونطرحه بهيك حالة هاي للناس اللي بيقولوا لك أنه شو عمل مثلا الفنان إيه عمل 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 كتير يعني كل حدا يعني هلا سائر انت ولا انا ولا اي الله حدا انطلب لبى الواجب طبعا وكمان يعني انا من موقعي كاعلامي وانت من موقع وكفنان ومن موقعك انت كفنان لازم يكون لك رساله وانت من اول ازمه تواجد بالساحات وقدي غبت وانت بعلمك انت نحن ما غبنا عن الساحات وانت بوجه لك تحيه انا مني لك بدي اخذ دور المذيع هلا انا بوجه لك تحيه على تواجدك لانه هذا واجبنا يعني طبعا طبعا هلا نحن اكيد لو انطلبنا لأي محل وأي موقع جاهزين بدنا نروح تشرب من كاسي لما بتطلع والله ما بعرف انه انا يعني بتعرف شو الحديث خلاني انسى يسعد روحك يلا هلا اذا بحبوا يشربون عصير والله انا حبيت شربك عصير بحبك هلا وين بدنا نروح بعد ما نخلص هلا ونشرب عصير في قعدة حلوة كذا ايه بدنا نقعد قعدة حلوة ولا بدك تروح على الاستوديو اول شيء وبعدين نطلع بنقعد مثل ما بدك انت شو بتقرر يعني نحن اوقات الوقت انت تتحكم فيه انا ما عندي مشكله خلص نترك على التيسير ايه شو في هلا الحلقات حلوه كثير وهذا حبيت البرنامج كثير 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 في صراحه كثير وفي عفويه كثير وبما انه انت رفيق يعني زور شو سائر انا حاولت يعني من خلال هذا البرنامج اني شوف الناس انه سوريا عم تعيش يعني انا عم صور مو باستديو يعني اسهل شيء انك تقعد باستديو حدا مقابلك وتعمل برنامج صح. بس انا عم صور تقريبا يعني اول من كام يوم الحلقه الماضيه كنت عم صور انا بدير عطيه طلعنا على دير عطيه طلعنا برابو. صورنا مع الفنانه الجميله عن جد انا بوجه لها تحيه كبيره مريم عطله انساني شعب دير عطيه هذا الشعب شعب راقي ورائع ورائع والمنطقه رائعه كثير كثير عن جد وانا بحييك يعني انا يعني شوف هلا في كثير عالم بتفكر انه نحن يعني محصورين بقوقعه يعني بالبلد من وراء الازمه يعني متشوه الصوره انه ما فينا نطلع لمكان يعني انا يوميا هون يعني بالابتار مو بس هون انت سائر يعني انا يوميا أنا بالحفلات انا كان يفترض اتصور معك السبت بس وين كنت انت كان عندك أنا كان حفله كان عندي حفله سافرت على اللاذقيه ورجعت لهون ايه يعني أيوة. حياه كامله وطبيعيه لكل الناس اللي عم يشوفونا برا الحمد لله سوريا بخير معنا سوريا بخير اهلا وسهلا فيكم سوريا للجميع مثل ما كانت راح تضل فانا عم اقول لك سار انه انا حاولت من خلال هذا البرنامج طبعا لاول مره انا بحكي بهي القصه انه اني شوف الناس انه في حياه نطلع ومنعيش يعني عم بيكون في اكثر من لوكيشن طبعا 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 وبرافو عليك انه تفرج العالم انه العالم عايشه يعني هلا لو ما انا وقت انا كنت بتمنى اني فرجي هلا لو مو جو صباحي كان هذا المكان يعني كان لكن احنا انا بجي الصبح ما هلا انا بعد الظهر انا اجيت من كم يوم بس ما حسبت انه ما حنقدر نصور لانه الناس حتشوفك حيجوا بده يصير تصوير وكذا ولكن انا بجي الصبح رياضة هذا الوقت بيكون اخف شيء كله اخف شيء ايه برتاح هيك وخاصه انه اليوم في دوام منيح انه في دوام طبعا ايام العطل بنعاني كثير
مو ولكن طقس حلو يعني انت ايه. احتكاكك هلا بلشت يعني بلشت احتكاكك ايه. بالناس كيف ما كان يكون من وين ما كانوا انت مبسوط ايه والمطرب بحره يعني حيتعطل تصويرنا بتعرف نحن محكومين بموضوع ايه. الوقت ايه طبعا طبعا لا الحمد لله رب العالمين جو رايق وحلو لحق بوجودك يعني ابا علي حبيبي يا حبيبي كنا ننادي لك ابو بياك هلا صرنا ننادي لك ابا علي الله يخلي لك علوش قد ايه صار عمره طالع بالسبع شهور يعني لسه بده شوي ليكرويت وي بيشبهك؟ ايه ليكرويت والله احلى مني من خلفني يمكن لا ليك على طول انت بتتمنى ابنك يكون احلى منك هذا بس الحمد لله الله نعم علينا وهي نعمه رائعه الله يخلي لك اياها كثير مبسوط فيه بعد الغياب وهالفتره بعد 10 سنين كثير مبسوط يا علوش يا اخي بتحس حالك انه غير اخي في حالي ما بعرف كيف بدي اشرحها بس استنساخ عنك انت عم تعيش حالك من جديد تمام يعني انت بتحس ايمت بتحس حالك رجع الطفل بس يجيك ولا بس يجي شعور اخر ورب طبعا بيات وزوزو كمان بجننوا بياخذوا العائله الانسان من الولد معلم الحياه بتسمي بيات يعني على هذا المقام اللي كان لك فيه نجاحات كثير كبيره معلم البيات هو مقام شرقي اولا واسم بيات رائع بيات نعم. الصباح والمقام البيات هو سبب الفضل الاكبر لنا باللون الشعبي انه هو اللي نجحنا فيه واسم الاغاني اللي كانت عنده حصوده مثلا بيات كله ثلاث ارباعهم يعني هو اسم اعز المقامات على قلبي ولو هو مقام البيات ايه وسميت بيات ياتي مذكر ومؤنث يعني والزهرة زهرة امي سمتها هي خليت لها الله يطول عمرها لخالتي انسان الله يطول عمرك يعطيها الصحة صفة كمان اسم حلو الله يطول عمرك ويخلي لك سامر وعامر والمبدع والمبدع الكبير صاحب الاحساس الجميل الغالي كنا بنتمنى انه يكون معنا بس حكم سفر وانه ايه والله سافر بتمنى انه يكون معي صراحة. بس هو اجواءه يا حرام عم يطلع برا وعم يسافر وانا اجوائي هون بالشام اكثر اقامتي هون يعني نتمنى له التوفيق والنجاح الفنان الكبير ماهر العلي الله يوفقك صاحب الصوت الحلو والاحساس الحلو طبعا وفي دفء في شيء ما طبيعي ايه طبعا بتعرف انه ماهر بفيلم ام الشهيد كان مع تولاي هارون هو عمل الشارة تبع الفيلم تبعي كان انتاج مجموعة نسور الاسد واخراج المعتصم هيك عارفين. علمني بي يا امي علمني بي ايه تمام مغناها باحساس بياخد العقل ينطق الناي كان عم يغني ناي بصراحة وينطق الناي ايه تمام ينطق آلة الناي واللي في بيغنيها للناي هو اكبر حساس في الوجود هي آلة نفخ من الروح صح آلة خطيرة كثير على فكرة ابنه هلا عم يتعلم القصة ليك معلم بدي اعطيك معلومة آلة الناي آلة ما مين ما كان في بيتعلمها حزير ليش لانه يعني اول ما بده يكون هو بطبعه طيب نبيل وشريف وحساس لفي يتعلم آلة الناي اذا ما كان طبعه هيك ما في بيتعلمها هلا بيجوز يتعلمها بس بيصير انه موضوع مو صادق ما في بيتعلم تكنيك بيطلع بيقول بس صدقني انا بعرف اكثر من حدا بيقول انا بس ما بيحساس انا بعزف والدليل انه ماهر نجاح مبهر اعترفوا فيه بمصر يعني الكولة الاساسي اعترف فيه لماهر العلي آلة خطيرة كثير آلة حساسة كثير آلة ترتبط بالغناء يعني هي تنهيدتك هي آلة الناي صح قديش فيها إحساس يعني صح هاي هي آلة الناي ونوجه له تحية عصيبة لمحورة الملك نصفي الآخر يلا الله يخلي لك ياهم يا رب وأنا شفت صورة من كم يوم على الفيس فتذكرتهم وذكرت اخي سامر وعامر طبعا اخواتك من اخواتي وانا بحبهم كثير بنوجه لهم تحيه كبيره تسلم يا كبير هلا هيك عامل مشروع عن هالموضوع انا كثير بحبه ايه هلا بدنا نحكي عنه لقدام عامل انا ما بدي اقول هلا انا عامل اغنيه انا سمعتني يعني انا الاخ يعني انا خصصت فيها هو الاخ وخص وبتلامس الشهيد وبتلامس الأخوة بسوريا أنا عامل فيها مقرب يعني أني أوصل لحالة ثلاثية يعني هو الأخ هو الذي لا يعوض نعم بالإضافة لذلك الأغنية تسمع من قبل الشهداء يعني أنا مغناها بجو حزين والشغل الأعظم والأكبر أنه أنا هالأغنية مقصدي فيها طبعا كلمات الأستاذ محمد جميلي وأنا طلبت منه التوجه أنه نعمل فيها حالة الأخوة بسوريا اللي كانت وما زالت وبتضل كثير كبيره للاستاذ الشاعر العظيم الشاعر و الاخ والحبيب صحيح هو اصل عراقي بس هو سوري الهوى والانتماء يا حبيبي
حبيبي، انسان بكل المقاييس. غير محمد الجميل، غير قسم كبير من اسلوبي باللحن. هلا ليك بدنا نقول مقطع من الاغنيه وبعدين ننتقل على اللوكيشن الثاني. اولا يلا بنشوط يعني من خي اخ اي خي يا خي يا خي دخلك يا خي، مالي غيرك صند الظهر بعد امي وبي. خي يا خي يا خي دخلك يا خي، مالي غيرك صند الظهر بعد امي وبي. انه راح بين وراحت امي اكل وعمره، راحت مرتي بني وبنتي ربي عوضهم. لكن خيي والله انه راح بيعموا عيني، خيي والله والله انه راح بيعموا عيني. يا خي يا خي الله يخلي لك اخواتك، لننزل الاغنيه. الله يخلي لك اخواتك ويخلي كل الناس اللي عم يشوفونا ويخلي لي اخواتي اللي انا بوجه لهم تحيه كثير كبيره. يلا يعظم الاخوه، يعظم الاخوه بسوريا ويرجع الاخوه. تفضل. لا انت ادور امرك عربي اقلا. Thank you.
قلبك شو حالو المشاهدين. لقد وصلنا إلى استوديو تيون ساوند لصاحبه السيد عبد الحليم حسن لنقل وقائع تسجيل الأغنية التي سيسجلها الفنان سائر العلي وهي بعنوان لحظة إذا بتريد هيك اسم الغنية لحظة إذا بتريد بدك حب جديد لا ما بدي أنا اللي عندي مكفيني موفيني لا يا أخي ما بدي اقتراحاتك أنا زلمي مكتفي خلاص معناتها حمول حالك ماشي يلا الله معكم على السلامة أعلم هاي الأغنية كتير بحبها وحاولنا نعمل هيك جو مودرن فيها كلمات الأستاذ محمد الجميلي الحاني أنا ماهر توزيع الأستاذ علاء حمودة من وجه له تحية كبيرة لعلوق الغالي وميكس عبد الحليم حسن طبعا نحن كادر مع بعض على طول عايشين مع بعض وعم نشتغل مع بعض والأفكار كلها من بعض يعني بتحكي كتير موضوع حلو الأغنية بدك حب جديد جرب وعشق غيري رح تندم أكيد أي والله يعني كتير ندمان يا سيدي والله ندمان إن شاء الله بس ما أنا لحالتك يمكن ما تكون لحالتك أنت غنيتك تحذير 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 هلأ أنا بدي أقول أنه هيدا الاستوديو اللي هو تيون ساوند له شيء خاص ركن بحياة سائر وحياة اللون يعني خلينا نقول بشكل عام من أركان نجاحاتنا طبعا أول مرة تسجل لون الشعبي بمجال الاستديو هون كان طبعا أغنية علوش علوش كانت أول عمل استديو لايف سجلناها وجو منظم وكان له دور كبير الأستاذ عبد الحليم هلا بدنا ننادي له العبد يشرف لعنا كمان استاذ عبد لحالي جيت دخينا مين يحكي على استاذ سهل علي هلا بدك تشلي قدامنا يعني ما في شيء من ورا هلا انا بدي احكي يعني ميكروفون ما بيقدر يعني مشان ياخذ من صوتي هذا سماك يا بدي اقول لك عن سهل علي سهل علي اكثر واحد بالعالم بيعذبك سهل علي لا 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 خلص انا بارك عبوده خلينا انا بارك الصديق الوحيد طبعا انت حدا بيلحق شغله كثير وهذا الصح الفنان الوحيد اللي حافظ على صداقته مع الكادر الفني مع الكتاب مع الشعراء معي انا كملحن حتى هو غنى لي طبعا طبعا شرف احلى ومع الموزعين من كل اصدقائنا من كل المطربين مع احترامي لكل الاسماء ما بنذكر اسماء يعني هو الوحيد اللي حافظ على لونه حافظ على لون شعبي وعلى الشيء اللي بدا فيه ورغم اني هو مو صاحب اللون يعني هو بيغني اللون العاطفي تمام ونجح باللون العاطفي نجح باكثر هلا انا وياه حكينا على القصه انه هو اول حدا غنى هيدا الشعبي الكلاسيك البعد يعني على الصخب ونجح فيه ونجح بس هو حافظ كملحن على تراث بلده وعلى اغاني شعبي حتى على السولوهات الشعبي يعني حتى بيدخل ببعض الامور الفنيه وتكون صالح العمل اكيد هلا انا في اغنيه بحبها كثير لك فيها بصمه كثير حلوه شو هي وعلى دق المناجي يعني انا توزيعي الاغنيه توزيعي وافكار افكار عبد الحليم هيدا وعزفي طبعا ثواني لحظه بس اجيب الاخيرة وعلى دق المناجي شغال شغال عبد هذا شغال بس هو كبير العمر شوي يعني حافظ عليه ان شاء الله لا ان شاء الله العمر كله وحكايات الحطابي لا لو نغمة المواويل تقينا بحيط من الغابي تلملمنا بين الوردات على حمسات تحكينا ولخطينا ولقطعنا حدود الله بيشهد علينا لخطينا ولا قطعنا حدود الله بيشهد علينا بس هديتا غمر ورود وبالغفل سراق تمراغي شو رأيك الله انا على فكرة عبودي انا ما كنت بعرف اول ما سمعتها طبعا بداية علاقتي انا وسائر ما كنت بعرف انه هي لك بس كنا نسمعها كتير يعني انا استاذ سائر انحى أنا انتبه وقت اللي لحنت هاي الأغنية حالي حقيقية حنا نحن هذا الطقس تمام حكيت أنا وياك حكينا هذا الطقس إنه نحن عنا موسم الحطب البنات والشباب بيطلعوا ليجمعوا بتعرف مونة الحطب وعنا بالضياع تمام
شلون شكله؟ حكينا على حالة عشق بين اثنين التقوا محل اللي بيحطوا. جيت أنا عم غني له يا لحنت الأغنية وكتبنا الكلام، بوجه له تحية عظيمة لشاعر الأغنية الأستاذ ياسر شهادي، ابن عمه لأحمد شهادي، ابن عمه الأستاذ ياسر الأخ الحبيب ما شاء الله عليه. سمعته يا هل الأستاذ عبد لحنه هاي، هو أفكار التوزيع صوتها فيها كان شيء، عملها لوحة لوحة من الموسيقى الفالتة، يعني مثل كيف ستيل الأسلوب العزف الأمريكي بالشارع، كيف العزف المنفرد خلاها ما رسم شيء، ما كانت ما إلها. عم أقول لك فيها شيء كتير يعني مميز، وخاصة هذا الاختراع الأكورديون عاطي شيء حلو كتير. مجد جريدة طبعا هو استعان بالأستاذ مجد، تحية عظيمة له، عملوا فيها لوحة، عمل فيها لوحة بالأفكار، لا تنسى مهر العالي كمان ومهورة والنصف الآخر موجود وين ما كنا، عمل فيها لوحة غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة بالنسبة، ما إلها لا تنوت ولا مقررة ولا شيء، فالت يعني، يعني حر، أنت حر تتصرف. والحمد لله. إيه يعني أحذر شو لما الحدا بيسمع هيك شيء بيلاقيه مختلف، يعني بعز الصخاب بعز الزمر الكذا، أنه في شيء كتير حلو كتير رومانس. بدنا نشكر الاستاذ عبد الحليم حسن، انت حدا عن جد، يعني انا بقول مع سائر وماهر واحمد شحاده ورامز خليل، يعني انا ما حافظ كل الاسماء، انا اسف اذا غابوا كل الشباب اللي عمار محمد المحمد فاتن محمود رياض العلي رياض العلي الكادر اللي قايم على الشرفيت، شوف على شرفيت طبعا وجهنا له تحيه، على شرفيت الحفاظ على هذا الفلكلور واللون السوري، انه نرتقي لانه الاغنيه السوريه كانت عم تعاني سابقا من هبوط وصعود تماما، غابت فتره طويله، فقنا على هالموضوع واشتغلنا فيها، وما كثير على فكره ما تفكر كثير، نحن دعمنا، نحن اشتغلنا ضميرنا بس هيك مسح، هي ذهب بس مسح الغبره عنا، لمعت بالعالم العربي وبالمغترب، الحمد لله كل مطربينا بالمغترب، ان شاء الله رب العالمين يقدرنا انه نكون قد المسؤوليه اكيد باذن الله. الله يفكهم. بدك تقول شيء عبودي؟ لا والله اللي تحيه التلاقي اكيد كان مني حتى ومني انا ومني انا ومن قناه التلاقي بدي اشكر اخي عبد، هذا البني ادم وقف معي وقفه رجل، باخذه معك غالي، لا باخذه بس انت بلا ما بتسوى شيء، انا بس علم المنبر الرائع قناه التلاقي الرائعه، والمحطة اللي بفترة زمنية بسيطة عملت بصمة رائعة بالإعلام السوري، تحية عظيمة إلهم وللكادر تبعهم، تحية لهالكادر الرائع معك رامي، أكيد تحية لك يا بطل، لأنه أنت كمان سندي لهالوضع ولهالأغنية وراعي للأغنية، إن شاء الله ما تكون نسينا حدا يا رب العالمين، يا رب إن شاء الله. يلا بنروح على اللوكيشن الأخير، يلا تفضل عربي أغلى لوكيشن. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك الرياض، كيفك؟ تمام، خلصنا هلا من الاستوديو واجينا لهون. أيه. هلا بدنا نرجع بهي الفقره للبدايات، لاول ما بلشت بالموضوع الالحان والعزف، ما كنت بصغرك؟ لا تقول لي كنت بصغرك تعزف عود لا انا تعلمت العود عن كبر، بس كان عندي يعني كنت متابع كثير للموضوع الموسيقى، مثلا بذكر انا طريق النجوم بال91 كان ايام سابقين سوريين وضاح اسماعيل نجحوا يوم هاي، كنت اعرف بالنغمه، انا متابع يعني، كنا نقعد وعنا هيك لمه كانت حلوه كثير بالضيعه، فنانين وموسيقيين كنت ضل بيناتهم، كنت اعرف بالنغمه مثل المتسابق يعني، كنت بذكر يعني كان عندي اهتمام كثير وكنت غني ومن صغري يعني انا بسمع صح. كنت تغني بس ما احترفت القصه بالبدايه؟ لا 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 ما كان ببالي، كانت الرياضه اخذت لي موضوع الطالب اهتمامهم، ايه كانت الدرس والرياضه، الرياضه كانت هي كل شيء يعني، كل شيء في حياتي، وفجأة مسكت العود، اخذت عود الشبيبه اول عود بمسكه، كانت شرط بيني وبين فنان كثير بحبه وهو سبب بدايتنا بالسام البيطار، قلت له 6 شهور بدي اطلع معك حفله على عود، وصدقا 8 شهور كنت طالع اول حفله، يعني فورا انا تعلمت الموضوع العزف وكنت بعرف بالمقامات وبالنغمات وهي. حلو، وتطور الموضوع. وكان اول اغنيه لحنتها هي راجع على الديري اليوم. إيه كانت فكره انه انا صرت ادور يعني، حتى ما بعرف انا كيف عملت ملحن. كلام الاستاذ احمد سمعت وقتها. ايه طبعا وجه له تحيه كبيره للاستاذ احمد شحاده، كان هو مشتغل اغنيه اسمها هالدنيا دواره بياما، سمعت فيه وابن الضيعه يعني، طلعت لعنده وقعدت انا واجتمعت انا بداياتي على العود بس بعزف يعني،
وكانت الفكرة انه هو كاتب ولحنت يوم اول اغنية راجع ديري يوم وبحرك يا زمان، وفي اغنية كتير بحبها كتير جاي تقولي مسافرة جاي تقولي ويل جاي انا سمعها برا كتير. هذا كان اول كاسيت بشتغلوا انا كملحن. بنسمع جاي تقولي مسافرة. ايه يلا تقرأ. يلا. جاي تقولي مسافرة جاي تقولي ويل جاي عن اسمي عبرة جاي تهد الحيل ويلا حويلي من السفر لو كان نص الليل ويلا حويلي من السفر لو كان نص الليل ويل السفر ويل السفر ويل السفر يا ويل ويل السفر ويل السفر ويل السفر يا ويل. دخلك تقولي يا عيوني أنا بطلت السفر دخلك تقولي يا عيوني أنا بطلت السفر علو تزيلي لجنوني وعود عاشق للقمر لا تسافري لا تسافري بحياة عيني وخاطري ويل السفر ويل السفر ويل السفر يا ويل ويل السفر ويل السفر ويل السفر يا ويل. الله الله. مع مين كمان؟ اكيد مع الاستاذ احمد شحادي كمان الكلام. هي كان بداياتي انا وكل شغلنا بس هلا يعني. انه اول مره تلحن فيطلع معك كاسيت. ايه عامل لك هلا هي حال البدايه كمان. البدايه كان بالتعاون بينك وبين ماهر ولا كان ماهر عسكري باثناء كان ماهر عسكري طبعا كل الشغل كله نصفي يعني وكل شيء، ولكن كان ماهر عسكري باثناء اول كاسيت واول تجربه هي هذا الشريط كنت انا لحنته. اجى ماهر طبعا بده ينطر عليه بعض التعديلات وكالعاده بيعدل فيه كذا. ماهر كمان كان يعزف ولا قبل؟ كان يعزف قبلي. ماهر كان يعزف، انا وقت اللي فتت بهذا المود كان ماهر يعزف حفلات ويطلع كان يطلع حفلات وقالته النايب بس ما كان يلحن يعني ما في الحان. اشتغلنا هذا الاول. شو اول لحن اشتغلتوه مع بعض انت وماهر؟ هذا الكاسيت. بس انت عم تقلي كان بهي الفتره عسكري. هو كان عسكري لحنت هي الاغاني. اجا طبعا برجع بقول لك هو اجباري له وضع له كان بصمه يعني في تعديلات بالكاسيت كله هو حطها ولما سوى هو وزع الكاسيت هو مثلا موسيقيا. هلا بفترتها كان موضوع التوزيع ما في استديوهات؟ لا لا كنا نوزع. هو موضوع كلمة توزيع بهيك حالة ايه بس انه بالنسبة للأغاني اللي استوديو عملت لايف كله لايف كله لايف 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 جهاز 700 مونتاربو ونحنا بس شو كنا نعمل؟ نحنا فتنا على المود بأسلوب حلو انه نحنا كنا ننظم موضوع الكورال موضوع اللازمة الموسيقية مثل هلا بتعرف لوازم نظمة يعني على اللايف بدون تنظيم تمام ارتجالي. اما نحن كنا ننظم كيف بدنا نفوت بالاغنية كيف نعمل كورال قرار مثلا ونطلع جواب كيف هذا الموضوع نجحنا فيه بيجوا بهذا الوقت. لما كنتوا تسجلوا يعني كانت التكلفة ولا شيء بالنسبة لل هلا نحن باثناء ما كان في مصاري ما كان في مصاري كنا ناخذ. انا بعرف بدايتك ما كنت تاخذ مصاري كنا ناخذ. لا ما حدا يعني كنا بحالة انه بس بدك تقدم حالك لا كان بدنا نظهر اللون وننجح باللون وكذا ما كنا ناخذ. كان عندنا اجار بس جهاز الصوت بس فقط لا وتكلفة طباعة الصور والتنزيل للكاسيت بوسترات بوسترات وهالامور. وانت هلا انت عندك رسالة سائر يعني انت لما دخلت على القصة انت وماهر كنتوا حابين تقولوا شيء هي لليوم. كان في مسج انه حابين تقولوا من خلال هذا الشيء اللي قدمتوه ولهلا عم يعني في شيء انه كان غاب اللون الشعبي يعني ممكن كان محصور بالعملاق الله يرحمه الاستاذ فؤاد غازي بعدين غاب هاي الفتره الزمنيه اللي غاب فيها اللون. اجيت انت وماهر بلشتوا تقدموا هذا اللون. هلا بدي ارجع على الشغله. الاستاذ فؤاد غازي الفنان الصوت القدير الله يرحم روحه العظيم والصوت الرائع هو ما كان لون شعبي غناؤه. حتى هو اول ما بلش بالغناء بلش مع ملحنين شاب. هلا هو انعرب بقصه العتابه والكذا شو بدي بالعتابه عم احكي على الاغنيه. هلا الاستاذ عرف اذاعيا من خلال التلفزيون نزل اذاعيا وتعامل مع شعراء وملحنين فطاحل بسوريا تمام يعني فطاحل فطاحل. نحن غير جو كنا نحن فتنا بالمود الشعبي الاساسي يعني الجو تبعنا يعني اللي عم يغنيه جدي وجدك ايه طبعا الضيعة يعني رجعتوا للضيعة وهذا سبب نجاحنا. نحن حكينا في مصداقية كان بالكلمة الصورة اللي كنا نشوفها بالعين نحن نفذناها بالاغنية. مثلا اي حالة انا
جبتها من احمد شحاده، اي حاله كتبها احمد شحاده بهديك المرحله كان شايفها بعينه بالضيعه. مثلا لاعطيك مثل، اغنيه رجع الديريو هي حاله كان احمد يشتغل بلبنان، جاي على الضيعه شاف بيت مهدود، بيت اهله يعني كانوا عم يعمروه من جديد، تمام، كتب رجع الديريو انه جاي، يعني كل حاله نطقناها ولحناها وهي، ولا طلعنا اذا بتنتبه ما طلعنا برات المود، الالات الخفيفه من الكوله للعود لصوت الزمر، يعني الاورج دخل على هاي والطبل، يعني هدول هن الالات البدائيه من 2000 سنه، يعني هن اللي كانوا يستخدموهم، ما في اله كانت تصنع على اليد مثل الطبله كانت تصنع والربابه، صوت الزمر موجود من القصب، ما في شيء، كان نفس هذا الجو نحن مسكناه وحطيناه باللون، يعني ما دخلنا جيتار، ايه تمام، ما اخترعنا. هاي المصداقية هي سبب، انا بتوقع هي سبب نجاح، لانه اللون الفلكلور بشكل عام هو حوت نائم، يعني بيضل موجود، ومهما انت سافرت ورحت اي اغنية بتسمعها عن الضيعة في حنين بده يصير، طبعا لذلك لعبنا على وتر الحنين. هلا تعاملت بالبداية مع بسام بيطار، مسكت العود كرباله انا، يعني انا عملت الفنان وفي حبيب كمان عملت له اول فيما بعد اول كاسيت اللي هو بعنوان تمشي لهوينا، كان كله كمان الحانك انت واخ ماهر، بس الاغنيه الحدث كانت هي مع علي الديك، علي الديك النقله النوعيه للون كانت هي الحصوده، ما بس لعلي الديك ولا لا لنا، هي للفلكلور كله للون، كانت اغنيه الحصوده هي حالي السبب هلا انه وصلنا لهون، يعني هي كانت فيها مصداق، فيها صدق، مع انه بنفس السي دي كان يمكن كاسيت على ايامها ما كان في، لا انا بحب كان في معود على الضيعه، مو لا كان راجع في حامل الشنينه، يعني يا حامل الشنينه انا بحبها اكثر من الحصود هيك لحن الي وككلام وكغرام، يعني غرام بالضيعه ككلمه، وهي بحبها اكثر انا، ولكن اغنيه الحصود هل يمكن يا حامل الشنينه الا دخل بالبيئه البدويه اكثر من البيئه الساحليه؟ لا الشنينه عندنا بالريف في كل الارياف موجوده، بعدين هو ريف واحد يعني امتداده ما بس من عنا، يعني هلا ريف اللاذقية ممتد للجزائر، يعني ما معقول الساحل السوري لكن هو فينيقي ساحل، ايه طبعا هي البيئة الاصلية هي كله في الكلور فينيقي، هو هذا الخط الساحلي حتى للجزائر، حتى بالهجرة، بالهجرة اذا بدك تجي ابن اللاذقية هاجر من اليمن للسعودية، من السعودية للعراق، من العراق اجى على الساحل، فمعناتها كلمة الشنينة هي يعني مارق عليه، يعني الشنينة هو كان يسمى، بتعرف شو هو الشنينة؟ هلا بنفس السي دي كان في معوض على الضيعة، كان في معوض بعده، عملنا معوض على الضيعة السي دي بعده، وهي من اهم الاغاني اللي انا بنظري من اهم الاغاني، هي اغنية وطنية، يعني كيف الفنان العظيم الله يرحمه روحه وديع الصافي بيغني يا بيتنا الخلف الضباب، او كان يغني للمغترب ولل 12 مليون مغترب، مثلا طل الصباح ومهجور ما عندك حدا، عم يغني لانه يرجعوا، تمام. هي معاوضة، هي دعوة للعودة للوطن، دعوة للعودة للوطن، معاوضة على الضيعة أمي مثلها دعوة للعودة للوطن، معاوضة على الضيعة أمي اشتاقت للزرع زنودي، يا سنابل لا تهتمي رجالك الحصودي، فهي بناء، تمام. وزراعة وحصاد هي من أجمل الصور بصراحة، هي الأغنية وطنية تماما، بدنا نسمعها كمان، يلا معاوضة على الضيعة أمي، يلا فورا. مثل بعضه زمان الجاي والراح، حرام بيسرق البسمات والراح والراح، ولو معه صفى لذيذ الخمر والراح، مرير وما إلو طعم الشراب الشراب، مشتاق لك يا زيتوني أهلي يلي ربوني، مشتاق لك يا زيتوني أهلي يلي ربوني، للمجوز ولد حدوني وربابي ومن جيرة وعودي، معاود عالضيعة يمي واشتقت للزرع زنودي، يا سنابل لا تهتمي وراجع لي كل حصودي، تهنى وبي وفرح وراجع لك ابن الفلاح، تهنى وبي وفرح وراجع لك ابن الفلاح، حامل بيد القزم سلاح ويفلح بورا وجروده. الله عن جد اغنية تلامس يعني. تماما في 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 شيء يعني في صدق كتير، يعني بشتاق لك يا زيتوني واهلي اللي ربوني، للمجرز
والدهدوني وربابي ومن جيره. هلا أغنية هاجر ما ضل حدا من الشباب وما غناها؟ هي كانت للكل، أنا كنا اللحن بعلمك كرامي. هاجر كمان من بساطة الحالة تبع أحمد شحادي ومن أصدق الأغاني، يعني هو كان يقول لي هاجر هي عمته. إيه أنا يعني أنا عمته هي عمته نفسها نفسها اسمها هاجر. اسمها هاجر. إيه إنه عم يقول هاجر شوف ليك يا رامي، هلا بدنا ما بدنا نكسر الحواجز، اللون تبعنا الشعبي بالكلمة بالتحديد أصدق ما وجدت ليك كل أنواع الشعر، لأنه يعني هو كان يشوفها لعمته كان صغير، يخلي كنت شوفها لعمتي تمشي على طرف الرأش، هو طرف الأرض المتسلسلة بالجبل، طبعا ما بالساحل، بالجبل بيكون اسمه رأش، كل فكة اسمها رأش. هل كانت مع قطيع من يا خواريف يا أما هيك، أنه كانت تمشي وكانت ملكة جمال، عمته كانت ملكة جمال من حالاتها، أنه كانت هي بهالبساطة. عم يقول لها هاجر، كتب حالة عمته أحمد شحادي، هاجر فوق الرعوش يحوش جدياتي بكرة يعربش حبة الديس، بتعرف الديس أحمر صغير؟ لا هو الشوك تبعه، الشوك تبعه وين بيطلع الديس؟ على طرف الرعش على طول عندنا بالجبل، وين بيطلع هاي النبتة؟ بتطلع على طرف الرعش او على طرف الارض. قال بكره يعلم حبة ديس لو شاش الهوا شوشه، لو حركت شاش يعني حركة حالة العشر. كتير حالة حلوة، كتير كتير فيها صدق، يعني كتير الاغنية اخذت صيت حلو، الاغنية عملت نقلة. علوش، هلا علوشي حالة مونولوجية مونولوجية كمان حقيقية 100%، كلمات رامز خليل بوجهي. ايه كان اول مرة بتتعاملوا مع الشاعر رامز خليل؟ ايه كتير صادقة وهي، وبس منولوجي يعني عملنا فكرة ابن الضيعة الكسلان اللي كل يوم بفيق على الشغل، يوم من ما بده يفيق حكينا هالحالة، حالة حقيقية كمان بس منولوجية، واخذت صيت كبير يعني علوش، وكانت اول كليب منصوره باللون الشعبي كمان، هذا له دور كبير يعني. عملت انتشار كتير كبير. حاسودة ما تصورت. ايه ما تصورت. ما هي أول أغنية صورت هي علوش. بدي النقلة بعدين سائر راح لشو، خطر ببالك لحتى فكرت إنك تغني؟ والله بصراحة ما وفت معي ماديا، ما شفتها مو ظابطة، ما إنه ملحن وعازف عود ما علم، ما بتفيدك يعني. هلا أنت بتغني يعني بتلحن على طول من وراء الكواليس، الحصاد تبع الحاسود هن بيقصدون. أنا وانا عندي حالي غنى يعني، حسيت حالي فيني بأدي حالي، حتى انا ما اتطفلت على اللون، انا غنيت لون يعني من يوم الغابت عني بيعز ضربة اللون، الايقاع والدبكة وكذا، وعلى دق المناجين والازينات، حكيت الحكاية تبع الضيعة الكلاسيكية. يعني انت من يوم الغابت عني قدمت اللون الشعبي بس بطريقة جديدة. ايه بدي فرجي الناس انه في عنا حالات عشق، مثل ما انه كله دمتك وضبله. أيه ما انه هلا ليك، لان احنا اخذنا جو الصاخب باللون الشعبي ضرب، ولكن جو الكلاسيكي انا فتت فيه. ايه بالكلاسيكي وانت اول حدا يمكن دخل على الاستوديو، هل من المعقول بالضيعه ما في حب وعشق وغرام وغيره؟ في انا طرحته وفراقيات، وفي تعبير حتى انا نطقته للاغنيه كنطق باللغه الجبليه يعني الشعبيه، يعني ما غنيتها مدني. هلا انا بصراحه اسمع اغنيه ثانيه كثير انا بحبها، هي على اخواب المر. اخواب المر، اخواب المر، اخواب المر، اغنية عزيزة، كلمات رامز خليل بوجه له تحية، من اغلى الاغاني واحلى الالحان. هاي الغنية بحبها كتير. هلا كمان نشتغل، يلا نسمع. اخواب المر لبقلبي يا اخوابي، يا اخوابي يا عيني، يا اخوابي تعالي شوف لمصابي، يا اخوابي يا اخوابي عن عيني، يا اخوابي بعتت مكتوب انا بيدي ولي لحبابي، لحبابي عن عيني، لحبابي دمع العين عالغدن ولي وسكابا، وسكابا دل دلي وسكابا. والويل جروح بقلبي يصلوا يصلوا يا الله، عسى مكتوب انا الغالي ولي يوصلوا يوصلوا، يا ريتو يوصلوا،
حواسي بل أمس خمسي ولي ما يصلوا ما يصلوا ورحمة دي ما يصلوا عسى يرد عكتابي ولي الجوابة الجوابة دل دل الجوابة. حمي هلا بدنا نختم معناتها من عندك بصح عايش فورا. ايه صح عايش بدي من شان حاكي هلا العساكر. لمين تهدي لهالاغنية يا سائر اذا حبيت تهدي انت لحدا خاص؟ لا انا ما فيني انا ما عندي الحالة عم غنيها عن الناس انا كتير في بهالوضع وبهالنكسة اللي صارت لهالبلد بتلامس كثير من الناس اغلب الشعب السوري ايه اكثر نسبة كبيرة لذلك هي الاغنية يمكن اكثر شيء الناس اللي برا راحوا تغربوا فبيحسوا يمكن انه هن عايشين بس اوكي ممكن يكونوا بس مو مستحيل يكونوا مرتاحين مثل ما مرتاحين ببلدهم يلا غني يلا اكيد جواب نهائي سبع عمري كله غا كيف تروح ما انت الروح تحجر ومنعرف شو أخباره ومنسمع شو بيقول